بالنسبه لي انا سواء بقيت انا رئيس سواء جا شي واحد اخر مرايا سواء مشيت في حالي انا غدا اليوم بعده وانا قريب ان شاء الله غنمشي في حالي انا خصني نخلي هذه الشركه هذه هي اللي تقوم بالواجب في اتحاد طنجة. علاش؟ هذا فريق عريق فريق كبير وما عندوش الزهر. انا ما كيهمنيش نمشي في حالي نمشي غدا نمشي بعدو نقدم الاستقاله ديالي انا الجمهور ما بغانيش ما عنديش مشكل ساكنه ما بغاتنيش انا ما عنديش مشكل انا داكشي اللي قدمته انت حتى طنجه ماشي قدمته انا عامل فيها جميل لا فهاد الساعه هذه سندونا ويوقفوا معنا ويوقفوا بجنب الفريق وتصدوا عند هذوك المشوشين على الفريق وهذوك اللي كيعملوا خلقوا الفتنه وكيخلقوا البلبل وانتم ما كتعرفوهم هما شكون هما كاملين راه والله العظيم ولا كيبغيو الخير للفريق والله العلي العظيم لا كيعملوا البلبل للفريق وباغيين يشتوا الفريق كيطلبوا بالرحيل وكيطلبوا بالاستقاله وانت كتعرف العواقب ديال الاستقاله شنو هي راه الاستقاله ديالي اولا الاستقاله ديال المكتب راه فرقه مشات خصوصا في الظرفيه هذه شكون اللي شكون هذا الرئيس او هذه اللجنه اللي غادي تجي تخلص 4 المليار و300 قولوا لي شكون اعطيوني والحقيقه ما نكذبوش على بعض اعطيوني شكون هذا الرئيس اللي غايجي او هذه اللجنه اللي غتجي او هاد المفكره او هاد العلماء اللي غايجيو غيخلصوا 4 مليار و300 ديال اللي تيش دابا اللي كاينه ويخلصوا لي طرونج الملاعبيه ويخلصوا يعني حنا كنبغيو دابا حنا خصنا غير نقدم استقاله وغنرمي الكره للسلطه زعما ملي غيقدم الرئيس استقاله غنرمي الكره للسلطه السلطه دبر راسها راه السلطه راه ما عندهاش غير اتحاد طنجة انا عايز ما نقول لكم هاد الهضره هادي راه السلطه عندها 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 مدينه كامله يعني لا نخدموا والعقل كاملين بينا خدموا حكماء وهادشي هذا حنا كنا درت انها من العام اللي فات حنا كان باش مشينا بقينا ماشيين مع في المفاوضات مع هاد الشركات هادو حيت عارفين حنا وصلنا لهاد الباب هادي اللي مشدوده داكشي حنا جبنا هاد المستثمرين ولله الحمد جاب الله الفرج معاهم باش يكون الحل باش ما نلجؤوا حتى شي واحد باش الحل نلقاوه راسنا ان شاء الله.